السلام عليكم. طبعا هسه احنا بالشارع يم عباس مثل الناس، هاي طبعا صار لنا اكثر من ساعة واقفين بالشارع، لا دورية تشيلنا، وبالمستشفى يقولوا والله اسعاف ما عندنا، وواقفين وحالة، وهذا الرجل مقعد بلد من عمره 40 سنة وما حد يشيلنا، وهسه احنا على الشارع، احنا اللي مصابين كنا فيروس كورونا، والحمد لله والشكر مشتبه اللي بينا العفو، وطلعنا هسه والسيارة شيلنا، ماكو احد، ماكو اي سيارة شيلنا، يعني الناشد من بعد، يعني احنا كنا بالمستشفى ما كنا بنزهه، يعني كنا نتونس، وبالمستشفى اسعاف ما عندهم توصلنا، ما عندهم، وساعه 12 ومنع تجوال، يعني من يشيلنا؟ حتى لو ابو تاكسي يوقف ونقول له احنا كنا بالمستشفى هم يشيلنا. وهي الحاله قدامكم هذا والسياره وشوفوا يوقفوا لنا ما يوقفوا لنا. يعني لازم تسوون حل للمريض، الى متى تبقون هيك يا دولتنا، يا دولتنا العزيزه، يا 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 دكاترتنا الاطباء، يا مستشفياتنا، يا وزير الصحه الموقر، اين المليارات؟ اخجلوا اخجلوا اخجلوا، معوق باعوا معوق، عمري 55 سنه وانا جاي سلمت نفسي شاك حتى لا اعدي غيري، والحمد لله طلعت نتيجتي. طبعا رجلوخته توفى وياه بالمستشفى مصاب، الحمد لله مصاب بفيروس كورونا، رجلوخته يعني واخته وابن اخته، ثلاثتهم بالمستشفى هسه. عايش ببلد، يعني انا من واحد يسالني صحافه اما اقول عايش ببلد، مع الاسف والله على وزاره الصحه، مع الاسف. طبعا وانا احد موظفين وزاره الصحه، خلي يكون في بالكم، وهذا انا قدامكم، شارع فارغ وما حد يشيلنا.